ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم يعني أن نزوله علم من علامات الساعة، ويدل له ما جاء في قراءة ابن عباس كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره وكذلك القرطبي: وإنه لعلم للساعة، في القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح، وما عداه من الأقوال في الآية فلا يصح. ويدل له قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أشهر التفسيرين أن عيسى عليه السلام سيؤمن به من سيؤمن به إذا أدركه، سيؤمن به طائفة من اليهود في آخر الزمان.